أبنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بكم. Welcome my dear student in grade 6. We will study lesson 2 in unit 2. It is about measuring temperature. يعني إيه measuring temperature؟ يعني قياس درجة الحرارة. This lesson we will study it in two parts. بنبهكم إن الدرس ده إن شاء الله هيكون على جزئين. الجزء الأول اللي إحنا هندرسه دلوقتي عن The importance of measuring temperature، أهمية قياس درجة الحرارة. The devices، الأجهزة الخاصة بقياس درجة الحرارة. The medical thermometer، الترمومتر الطبي. هندرس الحاجات دي كلها مع بعض in part 1. And we will study in part 2 the Celsius thermometer، الترمومتر المئوي. And the exercises about lesson 2 in unit 2. هل ان احنا نعرف نقيس درجة الحرارة ده مهم بالنسبة لنا؟ ده اول حاجة هندرسها مع بعض. Measuring temperature، قياس درجة الحرارة، is important in our daily life، شيء مهم جدا جدا في حياتنا اليومية. It help us، يا ترى بيساعدنا في ايه؟ لو نفكر كده مع بعض، لو لا قدر الله حد فينا بيكون مريض، بيروح للدكتور، الدكتور بيطمن عليه، بيقيس له درجة الحرارة، يبقى ان هو بيقيس له درجة الحرارة عشان يطمن على صحته، وحاجات تانية كتير. تعال نشوف كده مع بعض إجابة السؤال ده، إيه هي أهمية قياس درجة الحرارة؟ The first know the temperature of the weather، يعني معرفة درجة حرارة الطقس، يا ترى حالة الجو عاملة إيه؟ زي ما احنا شايفين كده في الصورة قدامنا، in summer the hot temperature وin winter cold temperature. يبقى know the temperature of weather. طب احنا بنعرف درجة حرارة الطقس بتفيدنا في ايه؟ to take precautions، عشان ناخد الحذر بتاعنا وتعليمات السلامة بتاعتنا. عشان ايه بقى؟ about our life skills، من النشاطات بتاعت الحياة بتاعتنا. يعني لو الجو حر جدا ممكن نأجل المشوار اللي احنا رايحينه عشان نتفادى الإصابة بضربة ايه؟ شمس. ولو الجو برد جدا ممكن ان احنا طبعا wear the woolen clothes، نرتدي الملابس المصنوعة من الصوف او الملابس التقيلة. دي اول اهمية. طب ايه هي تاني اهمية؟ know the temperature of our body، معرفة درجة حرارة جسمنا. Know the temperature of our body. طيب احنا بنعرف درجة حرارة جسمنا ليه؟ To check our health condition، عشان نطمن على الحالة الصحية بتاعتنا. اول حاجة لما بنكون عيانين ونروح للدكتور، من ضمن الاساسيات اللي بيعملها الدكتور هو ان هو بيطمن على درجة الحرارة، هل في ارتفاع في درجة الحرارة، عشان يشخص المرض اللي عندنا. فهنا know the temperature of our body to check our health conditions، عشان نعرف حالتنا الصحية. ايه كمان من الاهمية بتاعة قياس درجة الحرارة؟ measuring temperature is important in our daily life، عشان بيساعدنا في ايه كمان؟ ايوة carry out، carry out ان احنا ننفذ some food industries، بعض الصناعات الغذائية. بعض الصناعات الغذائية بتتطلب درجة حرارة معينة، فاحنا بنقيس درجة الحرارة عشان نعرف ازاي الصناعة دي بتتم. which require a certain temperature، التي تتطلب درجة حرارة معينة. نقولها تاني، carry out، تنفيذ some food industries، بعض الصناعات الغذائية which require، التي تتطلب a certain temperature، درجة حرارة معينة. يبقى أهمية قياس درجة الحرارة دي حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا، عشان to know the temperature of weather، نعرف درجة حرارة الطقس. to measure the temperature of our bodies، عشان نعرف درجة حرارة جسمنا ونطمن على صحتنا. كمان carry out some food industries، عشان ننفذ بعض الصناعات الغذائية اللي بتتطلب درجة حرارة معينة. طب يا ترى احنا بنقيس درجة الحرارة بإيه؟ الجهاز او الاجهزه اللي احنا بنستخدمها عشان نقيس بها درجه الحراره؟ تعال نشوف مع بعض. ثيرمومتر،
سبق في الدرس الأولاني اتكلمنا عنه بس حاجة بسيطة كده. قلنا إن the device to measure the temperature is thermometer. thermometer هو الترمومتر. thermometer. What is the thermometer؟ ده صورة الثرمومتر اللي معانا. ده digital thermometer. تعال نشوف كده definition عشان نحفظه. A device used to measure the temperature. A device. Device يعني جهاز. Used to بيستخدم في. Measure يعني بيقيس. The temperature درجة الحرارة. يبقى the definition of thermometer. A device used to measure the temperature. الجهاز اللي بيقيس درجة الحرارة. How the thermometer works. يعني كيف يعمل الثرمومتر أو the idea of thermometer يعني فكرة العمل. تعال نشوف الفكرة العلمية اللي اتصنع على أساسها الثرمومتر. إزاي هو بيقيس لنا درجة الحرارة. The idea of working يعني فكرة العمل أو فكرة التشغيل of the thermometer إيه هي ونركز فيها كويس جدا. Is to change the volume of the liquid. يعني إيه change the volume of the liquid؟ يعني تغير حجم السائل. طب هو ليه السائل حجمه هيتغير؟ قال لي by بواسطة changing its temperature بواسطة تغير درجة حرارته. يبقى the idea of working الفكرة العلمية بتاعة الثرمومتر هي إيه؟ نقولها تاني. Changing the volume of the liquid تغير حجم السائل by بواسطة changing its temperature بواسطة تغير درجة الايه الحرارة. طب السؤال هنا يجي لنا ازاي؟ السؤال هنا ممكن يجي لنا في هيئة complete يعني صورة complete. The idea of working of thermometer is وهنا يكون في space but change the volume of the liquid by وفي another space changing its temperature. تعال نشوف مع بعض كده اكتيفيتي بيشرح لنا الفكره ديت. في الاول بناخد give reason. طب احنا ليه الفكره ديت؟ because the liquid expands by heating and contract by cooling. يبقى احنا بنعتمد على الفكره دي لان السائل expands بيتمدد by heating بواسطه الحراره and contract وينكمش او decrease its volume بيقل حجمه by cooling بواسطه التبريد. Activity. Activity دوت to show us عشان يوضح لنا the idea of thermometer فكرة عمل الثرمومتر. To show how does the thermometer work. لكي يوضح كيف يعمل الثرمومتر. الاكتيفيتي بتاعنا بسيط جدا. We will bring a plastic bottle زجاجة من البلاستيك and put amount of water and alcohol يعني مزيج من الماء والكحول in the bottle and put a straw. Straw عارفينها اللي هي المصة بتاعة العصير and stick it هنلزقها by كلاي بواسطة اللي هو الطين الصلصال and in the background في الخلفية بتاعتها we will put a white paper نحط زي ما احنا شايفين كده ورقة بيضاء. We will put this bottle in first one in a basin في حوض موجود في ice تلج and in the second one في المرة الثانية we will put this bottle in hot water and observe the level of the water and alcohol. طبعا الobservation بتاعتنا الملحوظة بتاعتنا هتكون ايه؟ the level of the liquid يعني مستوى السائل in the straw في المصة rises up بيرتفع in case في حالة hot water. في حالة لما بحط البوتل ديت في ماء ساخن
بتلاقي ان المستوى بتاع الماء اللي هو الماء والكحول بيرتفع and falls down وبيهبط in case في حالة iced water. في حالة لما بحط البوتل ديت في الماء المثلج او الايس التلج, في الحالة ديت الليفل بيكون falls down بينزل ايه الى تحت وبيسجل طبعا اقل درجة حرارة. طيب الكونكلوجن بتاعنا ايه؟ liquids السوائل عامة السوائل expand يعني تتمدد by heating بواسطة الحرارة and contract يعني تنكمش او حجمها بيقل by cooling بواسطة التبريد. نقولها تاني liquids السوائل expand تتمدد by heating and contract by cooling. فهمنا الـ idea of working فكرة العمل. طيب يا ترى هو احنا عندنا نوع واحد من الثرمومتر ولا عندنا اكتر من نوع؟ تعال نشوف مع بعض. types of thermometer انواع الترمومترات. there are many types of thermometers هناك انواع كثيره من الترمومترات and these are the most common يعني اشهرها نوعين اللي احنا هندرسهم في المنهج بتاعنا. ايه هم النوعين المشهورين عندنا؟ types of thermometers medical thermometer يعني الترمومتر الطبي, واحيانا في بعض الكتب بتلاقي مكتوبه clinical thermometer برضو بمعنى الترمومتر الطبي. النوع الثاني celsius thermometer يعني الترمومتر المئوي او الترمومتر الخاص بتدريج العالم سيليزيوس اسمه سيليزيوس ثرمومتر. يبقى احنا عندنا two types of thermometers medical thermometer الترمومتر الطبي وسيليزيوس ثرمومتر اللي هو الترمومتر المئوي. يا ترى السؤال هنا بيجي ازاي؟ ممكن يجي لنا بصورة complete the types of thermometers انواع الترمومترات space and space all medical thermometer and celsius thermometer اللي هو الترمومتر الطبي والترمومتر المئوي. طبعا احنا ان شاء الله هندرس الاستراكشر بتاع كل واحد, هندرس اليوسج الاستخدام بتاع كل واحد والسكيل والتدريج كمان اللي عليه يا ترى درجه الحراره فيه من كام لكام بالتفصيل. وفي الاخر طبعا ان شاء الله هيكون عندنا we be able to compare ان احنا نقارن نعمل مقارنه between medical thermometer and celsius thermometer. اول حاجه هنعرف use او اليوسج بتاعتها. medical thermometer used for يستخدم في measure the temperature of human body. اقولها تاني used for measure the temperature of human body يعني قياس درجة حرارة الجسم ده الميديكال ثرمومتر. أما السيلسيوس ثرمومتر used for measuring the temperature of liquids قياس درجة حرارة السوائل. تاني هنقارن بينهم. الميديكال ثرمومتر used for يستخدم في measuring the temperature of human body قياس درجة حرارة الجسم. أما السيلسيوس ثرمومتر used for measuring the temperature of liquids قياس درجة حرارة السوائل. ده الفرق في الاستخدام بين الميديكال والسيلسيوس. هندرس أول حاجة بالتفصيل ميديكال ثرمومتر أو قلنا أحيانا بتلاقيه مكتوب كلينيكال ثرمومتر الاثنين بمعنى واحد الميديكال ثرمومتر والكلينيكال ثرمومتر. اول حاجه هناخدها الاستراكشر التركيب. ذا ستراكشر اوف ذا ميديكال ثرمومتر يعني ايه ستراكشر؟ يعني التركيب بتاعه. ستراكشر اوف ذا ميديكال ثرمومتر يا ترى هو بيتركب من ايه او بيتكون من ايه؟ اول حاجه يا جماعه عندنا هي ترانسبيرنت جلاس تيوب يعني انبوبه زجاجيه وبتكون ثيك سميكه. انبوبه زجاجيه سميكه اللي هي
thick glass tube وتكون transparent glass tube يعني أنبوبة زجاجية سميكة وشفافة. طب يا ترى بتحتوي على إيه؟ في داخلها زي ما احنا شايفين هنا دي بنسميها capillary tube. capillary tube يعني أنبوبة دقيقة جدا أو رفيعة جدا. capillary tube. الكابيلاري تيوب دي include بتشتمل على الليكويد السائل وهو الميركوري اللي هو الزئبق. تمام؟ طب عندنا ايه كمان؟ هنا في نهاية الثرمومتر glass pulp contain mercury يعني مستودع بيحتوي على سائل وهو الميركوري الزئبق. ده حاجة مهمة جدا، هنعرف اشمعنى اخترنا الزئبق واحنا بنصنع الثرمومتر. يبقى ده glass bulb مستودع من الزجاج contain mercury يحتوي على الزئبق. في حاجة هنا مهمة جدا جدا جدا، الجزء ده اسمه constriction. constriction بمعنى اختناق. constriction بمعنى اختناق. هنقول الأربع حاجات مرة تانية: thick glass tube أو transparent glass tube يعني أنبوبة زجاجية سميكة، capillary tube يعني أنبوبة دقيقة أو رفيعة، glass bulb contains mercury يعني مستودع من الزجاج يحتوي على الزئبق، constriction وهو الاختناق. وناخد بالنا هنا يا جماعة ان احنا بنحفظ الحاجات الأربعة دي حفظ جيد جدا، لان ممكن تجينا في سورة complete أو ما يجي يسأل عن الاستراكشر، أو السؤال ممكن يجينا زي ما هنشوف مع بعض في الأسئلة في سورة picture رسمة ويقول لك هنا اعمل label يعني اكتب البيانات عليها، فهنكتب له الاربع بيانات حسب هو بيشير الى ايه. فناخد بالنا من الرسمه نحفظها كويس جدا ونحفظ المكونات اللي موجوده عليها. The structure of the medical thermometer زي ما احنا شفناه مع بعض الاربع حاجات. أول حاجة الترانسبيرنت جلاس تيوب اللي هي اتكلمنا عنها أول واحدة، ترانسبيرنت جلاس تيوب يعني الأنبوبة الزجاجية اللي بتكون سميكة. انكلودز بتشتمل على كابيلاري تيوب، أنبوبة رفيعة أنبوبة دقيقة أهيت اللي احنا شايفينها ديت. كلوزد فروم وان إند يعني مغلقة من أحد الطرفين، تحديدا من الطرف ده. تكون مغلقة منين؟ من أي طرف؟ من الطرف ده. ماشي. يبقى transparent glass tube اللي هي أنبوبة سميكة وشفافة من الزجاج. include بتشتمل على capillary tube يعني أنبوبة دقيقة اللي هي موجودة جوه هنا، تمام، اللي هي ديت. و closed from one end يعني مغلقة من أحد الطرفين، طبعا في الطرف الآخر اللي هي متصلة بالglass bulb المستودع بتاع الزئبق. تاني حاجة a bulb filled with mercury. bulb يعني مستودع، filled مملوء، with mercury مملوء بالزئبق، وهنعرف بالتفصيل ليه احنا اخترنا الزئبق. تمام؟ a bulb filled with mercury. طبعا ده connecting to the other end، هو متصل هنا بالطرف الاخر زي ما انا قلت لكم، of the capillary tube من الانبوبه الشعريه او الانبوبه الدقيقه، يبقى هي مقفوله من احد الطرفين، end with closed in one end and connecting to the other end with the glass bulb متصلة من الجنب الآخر بالمستودع. The structure of the medical بنكمل التركيب بتاع الميديكال ثرمومتر. قلنا فيه هنا عندنا حاجة مهمة جدا اسمها constriction اللي هو الاختناق. constriction يا ترى الconstriction ده موجود عشان ايه؟ هنعرف مع بعض، والسؤال بتاعه بيجي عليه على هيئة جيفريزون، وكمان بيجي لنا وات هابن، هنشوف مع بعض الاسئله بتيجي ازاي. exist above the bulb يعني موجود فوق المستودع على طول، الاختناق ده موجود فوق المستودع. exist above the bulb. give reason اهو السؤال. this prevents، طب لما يجي يقول لي السؤال يقول لي ازاي؟ يقول لي السؤال ازاي؟ there is a constriction in medical thermometer. ليه موجود constriction في الميديكال ثرمومتر؟ above the bulb فوق المستودع. الإجابة this prevents هذا لمنع the mercury from return back to the bulb quickly
عشان يمنع عودة الزئبق للمستودع بسرعة مرة أخرى. وده طبيعي لما بستخدم الثرمومتر بيحصل اكسباند، بيحصل تمدد للميركوري لسكين معين، لتدريج معين أو قراءة معينة، وبعد كده بكون عايز أسجل درجة الحرارة ديت. لو هنا المادة بتاعت الميركوري رجعت بسرعة للجلاس فالف، مش هقدر أعرف درجة الحرارة. طب فايدة الكونستريكشن ده ان هو this prevents، هذا يمنع the mercury الزئبق from return back، من العودة to the bulb quickly، الى المستودع بسرعة، بيمنع ان الزئبق يعود الى المستودع بسرعة. فعشان كده اقدر اسجل درجة حرارة واعرف درجة الحرارة to make the longer time، عشان اخد وقت اطول for reading، لقراءة the temperature. ناخد بالنا جماعة السؤال ده هنا بيكون give reason أو what the functions، إيه هي الوظيفة الخاصة بالconstriction، الخاصة بالاختناق الموجود فوق المستودع. give reason عرفناه مع بعض، this prevents هذا لكي يمنع، أو to prevent لكي يمنع the mercury الزئبق from returning back to the pulp quickly. وده من الأسئلة المهمة جدا. ثرمومتر سكيل، ايه حكايه الثرمومتر سكيل اللي هي التدريج بتاعه الثرمومتر؟ ترى من كام لكام؟ زي ما احنا شايفين مع بعض from 35 to 42. This start from 35 celsius to 42، من 35 ل 42. And every degree is divided into 10 parts، كل درجة زي ما احنا شايفين في الصورة كده، كل درجة متقسمة الى 10 parts، الى 10 اجزاء. يعني لو خدنا مثال from مثلا 37 to 38، هنتلاقي في هنا 10 parts، الدرجة دي اللي هي from 37 to 38، الدرجة الواحدة متقسمة الى 10 parts. عشان كده مثلا يقول لك ايه، لا ده درجة حرارته 37 and two parts، اللي هي يقول لك درجة حرارته 37 وشرطتين. يعني طبعا كلمة شرطتين دول حاجة غير علمية خالص، هي طبعا two parts يعني جزئين من الدرجة. The use of the medical thermometer، استخدام الترمومتر الطبي، يا ترى بنستخدمه في ايه؟ طبعا لما لا قدر الله بنعيا وكده بنروح للدكتور عشان طبعا نعرف درجة حرارة جسمنا، to measure the temperature of our bodies. For measuring the temperature of human، عشان تقيس درجة حرارة الإنسان، human body، درجة حرارة جسم الإنسان، اللي طبعا عارفينها بتكون 37 celsius and goes up in sickness، وطبعا بترتفع في حالة ان احنا نكون مصابين لا قدر الله بمرض. يبقى نوع the use of the medical thermometer، استخدام الترمومتر الطبي في ايه يا جماعة؟ for measuring، لقياس the temperature of human body، لقياس درجة حرارة الجسم، تجينا في صورة complete أو تجينا في صورة تقول لك the use of the medical thermometer is كذا. في حاجة معلومة كده إضافية لينا، إن بنستخدم للأطفال حاجة اسمها digital thermometer، اللي هو الترمومتر الرقمي. هنا بقى بيعتمد على ان هو بيطلع لي القراءة بصورة مباشرة directly. يبقى الديجيتال ثرمومتر ده used mostly for children، بيستخدم عادة مع الأطفال. So it can't broken، حيث انه طبعا لا ينكسر easily، بسهولة in their mouths، في لما نضع الثرمومتر دوت في فم الطفل ما بيتكسرش، عشان نحافظ طبعا على صحة الطفل. يبقى هو بنستخدم مع عادة بنستخدم مع الأطفال حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها ديجيتال ثرمومتر، اللي هو الترمومتر الديجيتال اللي بيطلع لي القراءة بصورة مباشرة، ودوت عشان ما ينكسرش في فم الطفل، وعشان كمان يديني قراءة دقيقة زي ما احنا شايفين في الصورة هنا اهوت. في بعض النقاط المهمة اللي عايزين نتكلم عنها، اللي هي الامبورتنت نوتس، الملاحظات المهمة. أول حاجة the normal body temperature for healthy person،
normal body الدرجة حرارة الطبيعية أو العادية للhealthy person للشخص السليم اللي بصحة بتكون كام يا جماعة؟ 37 degree بتكون 37 درجة مئوية. And it may go up during sickness وممكن ترتفع الحرارة في حالة إصابة الشخص بمرض زي ما احنا شايفينها درجة حرارة هنا هو 37. How to use the medical thermometer to measure your body temperature. ازاي بتستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة جسمك؟ في تعليمات كده بنتبعها وبنركز عليها لان في بعض اسئلة جيف ريزون في التعليمات دي هنقولها مع بعض. اول حاجة sterilize the medical thermometer using ethyl alcohol. sterilize يعني تعقيم، انت بتعقم الترمومتر وبيكون معقم قبل طبعا الاستخدام. The medical thermometer using باستخدام ethyl alcohol. ethyl alcohol اللي هو الكحول الإيثيلي. ساعات بيجي غلطنا يقول لك ايه sterilize the medical thermometer by ويقول لي هنا هو by مثلا water بواسطة الماء. طبعا الحالة ديت هتكون ايه خطأ، هي باستخدام مين يا جماعة؟ ايثايل الكحول اللي هو الكحول الايه الكحول الايثيلي. يبقى هو التعقيم بتاع الترمومتر ده مهم ايه جدا. طب ايه تاني؟ dry the thermometer very well using paper tissue. dry يعني تجفف، بتجفف الثرمومتر بتشيله طبعا من الايثايل الكحول وتعمل له تجفيف. dry the thermometer باستخدام البيبر تيشو باستخدام المناديل الورقيه قبل الاستخدام. ايه كمان من التعليمات؟ check the thermometer well. check يعني بترج the thermometer well، بترج الترمومتر جيدا. نلاقي ان الدكتور او الممرضة بترج الترمومتر جيد جدا قبل استخدامه. check the thermometer well. ليه بقى؟ ايه السبب هنا؟ الجيف ريزون ممكن يجي لنا هنا ونجاوب عليه ازاي؟ ليه بنعمل تشيك للثرمومتر ويل until حتى mercury goes back، حتى يعود الزئبق to the bulb، عشان اتاكد من هنا. طبعا من هنا غلط ان انا استخدم الترمومتر في الحاله ديت هنا، لان هنا الميركري not back to the bulb، ما رجعش هنا للمستودع، فالقراءه اللي هتديها لنا تبقى خطا. فانا بعمل تشيك ويل، برج كويس جدا 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 حتى يعود الى الايه المستودع، وبعد كده ابدا في ايه في استخدامه. put the thermometer under your tongue for 1 minute. بنحط هنا الثرمومتر تحت اللسان لمده دقيقه عشان اسجل درجه الايه الحراره. put the thermometer under your tongue for 1 minute لمده دقيقه. Remember، تذكر معانا. Don't seize the thermometer. seize هنا يعني تقدم او تعض كده بسنانك. Don't seize the thermometer على الثرمومتر firmly بقوة. ما تعضش بسنانك كده بقوة على الترمومتر. ليه بقى؟ With your teeth بأسنانك. In order not to be broken، حتى لا ينكسر. حتى لا ينكسر. اتفقنا بنعمل ايه يا جماعه؟ put the thermometer under your tongue، حط الترمومتر تحت لسانك، ما تعملش سيز، ما تعضش. the thermometer firmly بقوه with your teeth باسنانك حتى لا ينكسر. طب ليه بقى؟ هو ايه الضرر لو حتى لو حصل له عمليه broken انكسار يعني؟ because mercury is a toxic. ناخد بالنا من الموضوع ده مهم جدا، لان هنا الماده بتاعت الزئبق دي توكسيك، ماده سامه. يبقى يجب ان احنا ما نعملش التصرف ده لان الميركري ماده سامه. because mercury is a toxic. في نهايه الجزء الاول ارجو ان احنا نكون فهمنا كويس the importance of measuring temperature، اهميه قياس درجه الحراره، ونركز على الديفينيشن اباوت ذا ثرمومتر، تعريف الترمومتر.
كمان نذاكر كويس الاستراكشر التركيب يوز الاستخدام and about medical thermometer عن الترمومتر الطبي نستوعب النقاط دي كلها ونركز عليها وان شاء الله في الجزء الثاني هنستكمل شرح الدرس.